استمرارا لنهج المقاومة الشعبية لدحر الاحتلال والاستيطان عن أرضنا، أدى المواطنون صلاة الجمعة في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، ثم انطلقت المسيرة الأسبوعية المناهضة لبناء بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح، حيث حاول الأهالي الصعود إلى قمة الجبل، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق. بيتا الذي أعطت الوعد لدماء شهدائها، وفي بيت دجن كذلك، وفي كفر قدوم، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذا الاستيطان، وسنكون على عهد الشهداء ووعدنا لهم بأننا سنزيل كل هذه البؤر الاستيطانية بكل قوة وبكل ثبات. وفي بلدة بيت دجن شرقي نابلس التي ما زالت تقارع الاحتلال، انطلقت المسيرة المنددة بإغلاق شارع البلدة منذ العام 2000، حيث فرق جنود الاحتلال المشاركين بقوة السلاح ومنعوهم من فتح البوابة. لن نقبل بأن يعود المستوطنون مرة أخرى إلى جبل صبيح، مهما كانت تفاهمات بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، كل مخططاتهم واهية، وهم واهمون بأنهم سيستطيعون السيطرة على أرضنا الفلسطينية، لأنها فيها شعبا يقدم الأرواح ويقدم الدماء، ولا يمكن أن يتنازل عن أن تبقى هذه الأرض فلسطينية وعربية حرة. اليوم خرجت هذه المسيرة وفاء لهؤلاء الشهداء الذين خلال 24 ساعة استشهدوا في الضفة الغربية أكثر من 9 شهداء، ولذلك نحن خرجنا في بيت دجن وفاء لدمائهم ولكسر هذه البوابة التي مغلقة على قرية بيت دجن منذ عام 2000، ونحن مستمرين في فعالياتنا ونشاطاتنا الشعبية ضد هذا المحتل وضد هذا المستوطن ليرحل عن أرضنا وعن أرض فلسطين. وتستمر هذه الفعاليات المناهضة للاستيطان رغم استخدام الاحتلال لكافة أشكال القمع والتنكيل، إلا أن أبناء شعبنا مستمرون حتى دحر الاحتلال والاستيطان عن أرضنا. هذه المسيرات التي تخرج بشكل أسبوعي تؤكد على استمرار أبناء شعبنا في الدفاع عن أراضيهم التي يحاول الاحتلال السيطرة عليها لصالح مستوطناته ومستوطنيه. من أراضي بيت دجن، محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين.